سبورت. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بالأخبار المحلية. بعد الكشوفات الطبية اللي خضع لها قائد النجم الساحلي ياسين الشيخاوي، أثبتت تعرضه لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة للركبة اليمنى. يشار إلى أن الشيخاوي قد أصيب منذ الدقيقة الأولى في مباراة الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي اليوم في إطار الجولة العاشرة من البطولة، وتم تعويضه بفيني بوكونغا. تمنيتنا بالشفاء العاجل للشيخاوي. دارت اليوم مقابلات الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى اللي أسفرت عن النتائج التالية في المجموعة الأولى. نادي الصفاقسي نزم أمام النجم الساحلي هدف مقابل صفر. الترجي الرياضي يفوز على الملعب التونسي 2-0. أما الحمام سوسة ينهزم أمام النادي البنزرتي هدف مقابل صفر. اتحاد طاطاوين ينتصر على هلال الشبه هدف مقابل صفر. بالنسبة للترتيب يصبح كالتالي: المركز الأول النجم الساحلي 25 نقطة، الوصيف الترجي 21 نقطة، المركز الثالث النادي البنزرتي 12 نقطة، مرتبة رابعة النادي الصفاقسي واتحاد طاطاوين 11 نقطة، مركز السادس كل من الملعب التونسي أمام الحمام سوسة 10 نقاط، والمركز الثامن والأخير هلال الشبع 7 من النقاط. في المجموعة الثانية النتائج: مستقبل السليماني ينهزم أمام نادي الإفريقي هدف مقابل صفر. اتحاد بنجردين يفوز على مستقبل الرجيش هدف مقابل صفر. أولمبيك سيدي بوزيد ينهزم أمام الأولمبي البيجي 2-0. والاتحاد المونستيري يفوز على نجم المتلوي هدف مقابل صفر. هنا نسمع تصريح عماد بن يونس مدرب مساعد الاتحاد المونستيري شنو قال بعد المقابلة. المهم الانتصار في لقاء كما اليوم تعرف آخر جولات البطولة معناتها في المرحلة الأولى. كل فريق يدافع على حظوظه. شفنا اليوم متلوي معناتها كيف قدمت مقابله محترمه. الحاجه الباهيه اللي فرحانين بها اللي عنا برشا ما مركناش على كره ثابته، اليوم الحمد لله ما تلقينا حل في كره ثابته، وهذه من الحلول الكبيره اللي كنا نلوجوا عليها. الحمد لله كملوا المقابله من غير خسائر لاعبين، معناتها الحمد لله الملاعبيه كل كملت، ما عندناش اوراق صفراء وحمراء، هذاك اللي نبنيوا عليه معناتها. صحيح بقل مردود كما نقولوا، صحيح ما راهو باللي فاتيك كي تحافظ زاد على الكره عندك ما تتعبش برشا، واللقاءات باش ثانيه وعلى بعضهم. قولوا مقابله الانتصار مهم جدا، يخلينا ديما في الصداره وفي المرتبه الاولى. كل ملاعبي موجود في مستير باش يعاون معناتها، ما عندناش لاعب باش يكون في المجموعه وبرا. وتعرف عندنا برشا مقابلات كاس الكونفدراليه قريب ندخل الشهر هذا، ان شاء الله كل ملاعب يكون حاضر. عندنا ترفي سابات ان شاء الله الاولاد يرجعوا قاعدين يخدموا الاطار الطبي بارك الله فيهم، يعاونوا فينا برشا من الناحيه هذه. معناتها الملاعب كل لاعب في مستير عنده القيمه نتاعو الفرديه للمجموعه، معناتها عندنا 25 ولا 26 لاعب حاضرين باش يدافعوا على حظوظ الاتحاد المنافس. هذا كان تصريح عماد بن يونس. كذلك نسمع تصريح وليد الشتاوي مدرب نجم المتلاوي شنو قال بعد الهزيمه. كما كنت تشوف في ظل بدايه المقابله كانت خايبه برشا، نحن ربع ساعه 20 دقيقه خسرنا الجمله العاديه اللي 7 عضليه. انا حاجات مش متوقعه تصير لك الماتش. كما تشوف في ظل مستير خلقت فرصه واحده ملكتها، هذاك هو. احنا ما خلقنا فرصه اثنين ما ملكيناش هو. مبروك المستير حظوف اللي نحن. باقي عندنا ماتش ان شاء الله الجوله الجايه مع الرجيش، مش يكون ديسيزيف في بلادنا، لازم نرحبوا باش بعد شويه على منطقه الخطر. نرجع الماتش يمكن التغييرات هي اللي ضرت بينا، وخاصه الشوط الثاني بدنيا تعبنا برشا الحقيقه، صفر برشا صفر، يمكن عملنا 1000 ولا 1500 كيلومتر. نجموش فهمت. وكيف حكيت مبروك اللي ليهم وحظوف اللي نحن. بالنسبة للترتيب في الصدارة: الاتحاد المنستيري 22 نقطة، الوصيف اتحاد بنجردين مركز ثاني 21 نقطة، المركز الثالث للأولمبي البيجي 20 نقطة، مرتبة رابعة للنادي الإفريقي 14 نقطة، المركز الخامس مستقبل سليمان 12 نقطة، مرتبة سادسة نجم المتلاوي 9 نقاط، مركز سابع أولمبيك سيدي بوزيد 8 نقاط، والمركز الثامن والأخير مستقبل الرجيش بستة من النقاط. دائما مع كرة القدم، أقيمت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم وأسفرت عن مواجهتين ناريتين، وتأهلت منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا إلى الدور النصف النهائي الذي سيقام في هولندا بعد تصدر مجموعتها. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: هولندا باش تقابل كرواتيا يوم 14 جوان 2023، وإسبانيا ضد إيطاليا يوم 15 جوان 2023، وتقام المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 جوان المقبل. من كرة القدم البدل والاختصاص كرة اليد، ونحكي على بطولة العالم بولونيا السويد 2023. بطولة العالم لكرة اليد بولونيا السويد 2023.
دارت منذ قليل مباريات الدور الربع النهائي من البطولة العالمية لكرة اليد بولونيا والسويد 2023 في مالي. نتائج مقابلات الدور الربع النهائي: الدنمارك يفوز على المجرة 40-23، النرويج تنهزم بعد الحصص الإضافية بعد نهاية المباراة بالتعادل مع إسبانيا 25-25، لكن المنتخب الإسباني يفوز 35-34، سويد ينتصر على المنتخب العربي المنتخب المصري 26-22، وحاليا زلوا 5 دقائق على نهاية المباراة المنتخب الفرنسي متقدم على المنتخب الألماني 30-25. نواصل مع كرة اليد، وفي سباق كأس الرئيس المنتخب الوطني التونسي تمكن من الفوز منذ قليل والحصول على الكأس والمرتبة 25 بعد انتصاره على المنتخب الشيلي بنتيجة 38-26. بالنسبة لبقية المقابلات، المنتخب الأورغواي ينهزم أمام المنتخب الجزائري 34-33، المنتخب السعودي يفوز على المنتخب المغربي 32-30، المنتخب الكوري ينهزم من مقدونيا 36-33. نقم نشرتنا الرياضية معلومة صحية تساعد ممارسة التمارين الرياضية في منع عدد من المشكلات الصحية وتحسينها بما في ذلك ضغط الدم المرتفع والسكر والتهاب المفاصل. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة. تفهموا Life Sport.